بالنسبة فلسطينيا تقريبا حكينا على كشف الحساب فلسطينيا. نعم. أكيد أنه ثم تأثيرات أخرى للحرب على المسلمين. لا حكينا على الفلسطينيين وحكينا على الإقليم. توا باش نحكيه على العالم. نعم. العالم ماذا فيه الآن؟ فيه أنه الشباب الغربي والأفاضل الغربيين عاونهم الكوفيد باش يكتشفوا الظلم والقهر الذي يقع في بلدانهم. لا يختلفوا عن الظلم والقهر الذي يقع في بلداننا. نعم. أي إن نخبهم الحاكمة ونخبهم الفكرية كلها لا تؤمن حقا بقيم الديمقراطية، وإنما هي تؤمن بقيم المال الفاسد والإعلام المضلل الذي يحكم الغرب وقيادات الغرب الفكرية والسياسية كما فهمه الشباب وخاصة أصحاب الجيلي جون اللي لابسين سترة الصفراء في فرنسا والآن في أمريكا. هناك حركة لتحرير الشعوب من مافيات المال ومافيات الإعلام التي هي مسيطر عليها السرديات التي تعتبرنا نحن إرهابيين وهم يمثلون القيم الحقيقية إرهابيين وظلميين. الآن الشباب الغربي وفضلاء الغرب لم يعودوا يعتقدون أن المسلمين ورمزهم الآن فلسطين وأن إرهابيين وأن الغربيين ورمزهم أمريكا يمثلون الخير. ماناش احنا نمثل الشر وهم يمثلوا الخير، وإنما فينا من يمثل الشر وفينا من يمثل الخير، كما فيهم من يمثل الشر وفيهم من يمثل الخير. فاكتشفوا أن من يمثل الخير منا ومن يمثل الخير منهم ينبغي أن يتحدوا ضد من يمثل الشر منا ومنهم. من يمثل الشر منا هي الأنظمة بإعلامها وجيشها، ومن يمثل الشر منهم هي الأنظمة بإعلامها وأموالها. ولكي يتحرر الغربي ولكي يتحرر المسلم لا بد من الاقتراب من القيم التي تعتبر البشر إخوة وتعتبر البشر متساوين، وهي قيم إسلامية. وهذا يطرح أيضا معركة أخرى، هي معركة تحييد الدول للشوكة، يعني للجيش وللأمن وللإعلام. لا مش الدول، الدول لن تحييد الشعوب. نعم. من سيحييد الشعوب إذا تشجعت كما تشجعت حماس في استرداد قوتها السياسية ليس العسكرية، السياسية وليس العسكرية، بما أن الأنظمة هزمت مع إسرائيل ومع أمريكا الآن فلن تستطيع استعمال العنف، وإذا استعملت العنف فالجيش لن يتبعها والأمن لن يتبعها، لن يتبعها، لأن الجيش والأمن كان يتبعها لأنها كانت مؤيدة بقوة خارجية قوية هي إسرائيل وإيران، ووراء إسرائيل أمريكا والغرب، ووراء إيران روسيا والشرق. هذا سيزول، زال الآن، علينا أن نستفيد منه حتى تستطيع الشعوب التحرر من بطش الأنظمة دون حاجة إلى العنف. يعني ما حدث في سوريا ما كان ليحدث لولا تدخل إيران وروسيا، لأن الثورة نجحت وهزمت إيران وهزم حزب الله وهزمت كل الميليشيات، فاضطر رئيس فيلق القدس سليماني للذهاب إلى روسيا وطلب من بوتين أن يتدخل. بوتين طلب تمويل التدخل فدفعته الإمارات العربية المتحدة. إذن من هزم الثورة في سوريا ليس النظام وليس إيران وليس حزب الله رغم تدخلهم. الثورة يقول بوتين إن النظام كان سيسقط في أقل من أسبوع لو لم أتدخل. نعم. وتدخل إذن كان لأن الأنظمة العربية كانت معتمدة على أمريكا ومعتمدة على روسيا. الآن الاعتماد على أمريكا وعلى روسيا ما عادش يساعد لا روسيا ولا أمريكا، لا روسيا يساعدها ولا أمريكا يساعدها. روسيا وأمريكا ولوا يبحثوا عن بدائل، والخوف هو أنهم يجدوا بدائل من
الإسلاميين. هو دكتور ما طرحته الآن يعتبر كأنه نوع من المثالية بعيدا عن الواقعية، يعني أنك تحكي على ثورة الشعوب العربية ضد أنظمتها وتكون ثورات سلمية بعد أن يتوحد الإسلاميون الكل مع بعضهم والحركات الإسلامية بكل مع بعضهم، وأن تتوحد الشعوب العربية هذه مع الشعوب العالمية الأخرى. مش تتوحد مالك ولي دولة، لا لا، تتوحد من أجل غاية واحدة، الرؤية. نعم، الرؤية. لكن هذا سيصطدم أكيد برغبة الأنظمة في البقاء ورغبة هذه الأنظمة والقوى العظمى، لأنه أكيد أن عندها أجندة أخرى اليوم بعد هذه الحرب. نعم. أكيد أنه سيصطدم هذه الرغبة وهذه الأمنيات برغبة واقعية من هذه الأنظمة أنها تسود من جديد. أمريكا تستطيع أن تسود بالعمق. أمريكا دفعت قواتها اليوم إلى البحر الأبيض المتوسط لحماية الأنظمة كما نعم. قلت، ولتهديد تركيا كما نعم قلت. لحمايتهم، ولكنها تعلم أنهم لن يستطيعوا السواد، السيادة، السيطرة بالعنف. يعني هم بيدهم الأنظمة سيضطرون للكذب، للإدعاء أنهم مع الديمقراطية. يعني لن يستطيعوا أن يسودوا كما كانوا سائدين بالعنف، معناها ما عاش نجموا هبطوا الجيش ضد الشعب. مش ممكن. يعني ما فعله النظام السوري، وما فعله النظام المصري، وما فعله النظام التونسي في عهد بن علي، لما في البداية أنزل الجيش وأنزل الأمن، لن يستطيعوا القيام به. لماذا؟ لأنه ليس وراء الأنظمة لا إسرائيل، لا في همها، ولا إيران لأنها افتضحت، ولا روسيا التي تبحث عما يمكنها من حلفاء في العالم الثالث، ولا أمريكا التي تريد بدائل عن هذه الأنظمة التي فشلت. فتضطر الأنظمة إلى لعبة عبد الناصر، سنحرر فلسطين وسنحقق العدل إلى آخره، وهذا ما لا يمكن أن يسمح لهم بتنزيل الجيش لمحاربة الشعب، لأنهم حتى إذا أرادوا تنزيله لن ينزل ولن يقبل أن يحارب الشعب الذي يطلب بحقوقه سلميا. طبعا هؤلاء لن يتحدوا، ستتغير الرؤية، هو الرؤية تتغير والقوة تتغير. القوة ما عادش مع الأنظمة ولا مع الشعوب. نعم. أمريكا نفسها ستلعب ورقة الديمقراطية، أمريكا نفسها ستلعب ورقة الديمقراطية، ولن تسمح للسيسي ولا لغيره أن يهبط الجيش لضرب الشعب. إذن ينبغي أن تفهم الشعوب أن فرصة ما يحصل في فلسطين هي فرصة الاستفادة من ضعف الأنظمة التي هزمت لأنها لم تتدخل، ولو تدخلت لكانت نكبة. وعمليا كيف يمكن توحيد هذه المعركة، معركة التحرر والتحرير اللي كنت تحكي عنها؟ إذن ينبغي أن يستأنف على الأقل البلاد التي حدث فيها الربيع العربي حركتهم. لاحظ أن السوريين استأنفوا، السوريين استأنفوا حركتهم، يعني وقعت بداية مناوشات بين الدويلة التي أرادت أمريكا خلقها ومعها إيران، وهي الدويلة الكردية التي هي تابعة لإسرائيل، يعني إسرائيل جديدة، دولة علمانية كافرة ملحدة تريد أن تكون، تحتل نصف سوريا. من قاومها؟ من هزمها؟ هم القبائل العربية، يعني ما يسمى بالعشائر العربية. بداية إذا انضمت العشائر العربية إلى الثوار، انتهت، تربح الثورة وتعود ثورة الربيع العربي في سوريا. وإذا عادت في سوريا عادت في الشرق كله، وإذا عادت في تونس عادت في كيف يمكن